قتل 3 أشخاص على الأقل في مواجهات جديدة وقعت في شوارع العاصمة البوروندية بوجمبورا على خلفية احتجاجات المعارضة المستمرة في البلاد منذ نحو أسبوعين على ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية ثالثة. شهود عيان ذكروا أن أحد القتلى 3 أحرقه المحتجون حيا بعدما قالوا إنه عضو في شبيبة الحزب الحاكم الذين تصفهم الأمم المتحدة بالميليشيات الساعية لترهيب معارض الرئيس. وكان الرئيس نكورونزيزا قد أعلن نيته احترام حكم المحكمة الدستورية السابق الذي أجاز له الترشح لولاية ثالثة بعدما اعتبر أن فترة ولايته الأولى لا تحسب بسبب اختياره آنذاك من قبل المشرعين وليس عن طريق الانتخاب. في المقابل تعتبر المعارضة قرار الرئيس الذي يحكم البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية عام 2005 انتهاكا للدستور.